صرنا معكم مشاهدينا الكرام إلى الفقرة الطبية، واليوم سنتحدث فيها عن أمراض الدم الوراثية مع سماح وأيضا الدكتور ضيفنا في الاستوديو. نعم، إذا مشاهدينا، احتفل العالم بأسبوع أمراض الدم الوراثية في أواخر شهر تشرين الأول. نسلط الضوء أكثر على أمراض الدم الوراثية ونرحب معنا بالدكتور مصطفى الفلاح، استشاري أمراض الدم والأورام عند الأطفال. صباح الخير دكتور. صباح النور. كيف الحال؟ الله يسلمك. يعني أمراض الدم الوراثية، بالبداية نود الحديث عن أبرز هذه الأمراض. الحقيقة أبرز هذه الأمراض هو مرض التلاسيميا، و يعني ما قريب منه جدا هو فقر الدم المنجلي. بعد ذلك يأتي مرض النزف الوراثي، ما يسمى الهيموفيليا. نعم. المرضين التلاسيميا والهيموفيليا هما أبرز الأمراض الوراثية وأخطرها عند الأطفال خاصة، أما الآن أصبحت تصل إلى عمر البالغين لتحسن الأدوية والعلاجات. سابقا كانت لا تعتبر إلا أمراض أطفال لأنها كانت تؤدي إلى الوفاة مبكرا. نعم. طيب دكتور، احنا في يعني في منطقتنا، منطقة يعني او المنطقة المحيطة بنا، البحر الأبيض المتوسط، معروف في هذه المنطقة الإصابة اكثر بهذا المرض، لماذا؟ صحيح صحيح، هو حتى اسم المرض هو مشتق من البحر الأبيض المتوسط. تلسة، تلسة كانت تعني البحر، وقديما كان البحر المعروف هو البحر الأبيض المتوسط. نعم. فهو فقر دم البحر الأبيض المتوسط، تلاسيميا، نظرا لانتشار هذا المرض في هذه المنطقة، ونجده حتى في جنوب أوروبا بنسب حتى تتجاوز النسب الموجودة عندنا في العالم العربي. يعني فمثلا أكثر الدول وجود مرض التلاسيميا فيها هي اليونان، وبعدها قبرص، وبعد ذلك جنوب إيطاليا، ثم الدول العربية المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط مثل الأردن وسوريا وفلسطين ولبنان ومصر والعراق، وتصل النسبة أقل لكن موجود، منتشر المرض ومنتشر بشكل كبير أيضا في مناطق الشبه استوائية في مثل الهند. نعم. وباكستان ومناطق جنوب شرق آسيا يوجد فيها عدد كبير أيضا من مرضى التلاسيميا وفقر الدم المنجلي. نعم. طيب دكتور، مرض الثلاسيميا هو مرض وراثي، وكيف ينتقل هذا المرض؟ يمكن أن يكون شخص حامل له ولا ينتقل، ولا كيف ينتقل؟ هو حقيقة هو مرض وراثي، صفة وراثية متنحية. نعم. متنحية تعني يجب صحة شكرا، يجب أن يكون المصاب قد أخذ هذه الطفرة الجينية من كلا الطرفين، من الأب ومن الأم. لا يكفي أن تكون هناك طفرة واحدة، ولهذا سمي متنحي. نعم. الصفة السائدة تكفي طفرة واحدة حتى يظهر المرض، وبذلك لا يولد طفل مصاب بالتلاسيميا إلا إذا كان والده حامل لهذه الصفة المرضية ووالدته حاملة لهذه الصفة المرضية. وحامل الصفة المرضية هو إنسان طبيعي 100%، لا تظهر عليه أي أعراض. ومن هنا تأتي الصعوبة أن نعرف إنه هذه العائلة سيأتيها طفل مصاب تلاسيميا أو لا، لأن الأب والأم ظاهريا سليمين، ولا يمكن أن نعرف إلا إذا أجرينا فحص للدم لنتأكد بأن هذا الشخص حامل للمرض أو غير حامل. نعم. ومن هنا نود يعني تأكيد على أهمية فحوصات ما قبل الزواج. تمام. فحص الثلاسيميا خاصة، أهمية هذا الفحص دكتور، في بعض الدول لسه لحد الآن هذا الفحص غير إجباري عندهم، فما هو أو ما هي أهمية فحص ما قبل الزواج؟ حقيقة هذه هي الطريقة الأساسية في الوقاية. هناك طرق تعتمد على تشخيص الجنين والإجهاض وهذا غير مستعمل في العالم الإسلامي. نعم. لأنه مخالف للشريعة ومخالف للقانون حتى في الدول الإسلامية الإجهاض. فنحن نعتمد على طريقة واحدة في الوقاية من المرض، هي فحص ما قبل الزواج. زي ما تفضلتي أنه وجود فحص قبل الزواج غير إلزامي، كانت التجربة عندنا في الأردن، بدأنا في فحص ما قبل الزواج، وربما كنا أوائل الدول العربية التي بدأت في فحص ما قبل الزواج،
في التسعينات أعتقد 92 أو 93 وكان اختياري. نعم. ولكن لم تكن هناك النتائج المرجوة للأسف. كان قليل الإقبال على فحص ما قبل الزواج، وبالتالي كان هناك يجب إصدار قانون بإلزامية فحص ما قبل الزواج، وهذا ما تم بالفعل. وفي عام 2004 أصبح فحص ما قبل الزواج إلزامي لكل شخص مقبل على الزواج للوقاية من حدوث ولادات جديدة للثلاسيميا. نعم، يجب يعني أن يعي أيضا المشاهدين بأنه فعليا مرض الثلاسيميا خطير. نتحدث الآن عن الأعراض والمعاناة التي يعاني منها طفل الثلاسيميا. مرض الثلاسيميا كان في الستينات وبالسبعينات حتى هو مرض قاتل ومميت في أول سنوات من العمر. الطريقة يعني هو فقر دم شديد وتظهر أعراضه بعد الشهر الثالث من العمر، وإذا لم يأخذ الطفل دم باستمرار كل 3 أو 4 أسابيع سيؤدي إلى وفاة الطفل في أول سنة أو سنتين. إذا أعطيناه دم باستمرار ممكن يعني نعطي الطفل دم أو كريات حمراء كل شهر مثلا، فممكن أن يعيش حياة طبيعية. لكن المشكلة أنه تراكم الدم اللي بنعطيه باستمرار، الدم يحمل مادة الحديد، وللأسف الجسم غير قادر على أن يتخلص من الحديد بالطرق الفيزيولوجية الطبيعية، فيتراكم الحديد بسبب علاجنا، بسبب الدم اللي بنعطيه يتراكم في الجسم. وعندما يصل الشاب عمر 15-16 سنة تكون نسبة الحديد التي تراكمت في جسمه عالية جدا، تتلف القلب والكبد، تتلف أعضاء كثيرة لكن أهمها القلب والكبد، ويؤدي إلى وفاة الشخص بعمر 15-16 سنة. تقدم الطب حاليا أوجد علاجات تستطيع أن تستخلص الحديد من الدم ومن الجسم وتخرجه، لكن هذه العلاجات مضنية بطريقة إعطائها ومكلفة بالثمن ولا تؤدي إلى نتيجة 100%، لا تتخلص من الحديد 100%، فتبقى المشاكل. لكن بفضل هذه الأدوية الحديثة يستطيع مريض الثلاسيميا الآن أن يعيش 40-50 سنة 60 سنة إذا التزم بهذه العلاجات المكلفة والمضنية في طريقة استعمالها. نعم، ولكن ممكن نصف وقته ونصف سنوات حياته هي في المستشفى. لأنه صحيح. تأخذ هي عملية معاناة العلاج كبيرة. معاناة كبيرة، والوقاية سهلة جدا يعني. هاي أهمية الوقاية، إنه بفحص بسيط جدا لا يكلف حتى يعني حوالي دينار أو أقل من دينار أردني تكلفة الفحص ما قبل الزواج، تستطيع أن تمنعي ولادة طفل مصاب ويعاني هذه المعاناة والوفاة المبكرة. معاناة كبيرة. طيب دكتور، تحدثنا عن الثلاسيميا وهي الأكثر انتشارا، أيضا الأنيميا المنجلية يوجد حالات أيضا منتشرة في العالم. صحيح. العربي صحيح، هي أقل في العالم العربي، أقل نسبتها خاصة في الأردن. في نعم. بعض الدول الخليجية مثل المملكة العربية السعودية فقد الدم المنجلي منتشر بشكل ربما يوازي الثلاسيميا، لكن في الأردن نسبة فقد الدم المنجلي إلى الثلاسيميا هي 1 إلى 4 تقريبا، هي نعم. ربع. لكن هي نفس المعاناة ونفس يعني حتى هناك أعراض أصعب وأكثر في فقر الدم المنجلي، هي آلام المفاصل المستمرة وآلام البطن المستمرة، بالإضافة لفقر الدم وتراكم الحديد والمشاكل اللي شفناها في وهو أيضا وراثي، ونفس طريقة الوراثة. هو يعني حتى أنا بسميهم مرضين أولاد عم، يعني هم نفس المكان بيشتغلوا على بروتين الجلوبين اللي موجود في الكرية الحمراء، لكن كل مرض يعمل بطريقة مختلفة عن الثاني، لكن مكان عملهم هو نفس المكان. نعم. وبالتالي هي مرضين ممكن الوقاية منهم. للأسف الفحص الحالي لما قبل الزواج لا يستطيع أن يكتشف فقر الدم المنجلي، لأنه نعتمد على حجم الكريات الحمراء فقط. لكن أعتقد أنه في السنوات المقبلة وقريبا سيتم إدراج فحص شامل قبل الزواج يكتشف مرض الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي بنفس الوقت إن شاء الله. نعم. الطب في كل عام هو في تطور دكتور، أكيد وكل أكيد كل فترة في قفزة جديدة في عالم الطب. هل من المتوقع في المستقبل القريب أن يكون هناك علاج يعني ممكن متقدم أكثر لمرض الثلاسيميا؟ هو قد حدث فعلا، يعني حاليا هناك شركات أدوية لا داعي لذكر اسمها أنتجت أدوية تستطيع أن تحسن وضع مريض الثلاسيميا من عدة نواحي.
منها من يستطيع أن يرفع نسبة هيموغلوبين الدم نسبة بسيطة، منها من يمنع النوبات تكسر الدم في فقر الدم المنجلي. هاي أدوية تم تسويقها، لكن للأسف هذه الأدوية مكلفة جدا. يعني أعطيك مثال، أنه ربما علاج المريض يصل إلى 100,000 أو 150,000 دينار أردني سنويا. نعم. فإذا أنت عندك زي الأردن عندنا حوالي 1,300-1,400 مريض تلاسيميا، وحوالي يعني فهو مكلف مكلف جدا على على وزارة الصحة وعلى الدولة اللي بتغطي. عندنا في الأردن والحمد لله العلاجات للتلاسيميا والفقر الدم المنجلي والهيموفيليا مجانية 100% في وزارة الصحة. وبالتالي إذا وضعنا هاي الأدوية الحديثة اللي تم الاعتراف بها خلال العام الماضي فقط، يعني تم تسجيلها في الـ FDA الأمريكية والإيمة الأوروبية، وقريبا ستدخل الأردن، مكلفة نعم. جدا. بالإضافة هو العلاج بشكل عام لهذه الحالات هو مكلف، هو مكلف. عبء على هو الدولة وعبء على الأهل أيضا، صح. خاصة نعم. لما أنت الدولة بتجي بتقول لك أنا بدي أعالج مجانا. نعم. يعني ولما بدك تعالج مجانا عندنا 1,300 مريض، ما بتستطيع تقولي بدي أعالج مجانا 100 مريض وأخلي 1,200، فبتعالج ال 1,300 بتترك العلاج. نعم. طيب دكتور، يعني العالم كله يحتفل بأسبوع أمراض الدم الوراثية بأواخر أو الأسبوع الأخير من شهر تشرين الأول، ما الهدف من الاحتفال بهذا الأسبوع وبتسليط الضوء على أمراض الدم الوراثية؟ الأساس هو التوعية أعتقد. يعني كما نحتفل سنويا بيوم التلاسيميا العالمي، نحتفل سنويا بيوم الهيموفيليا العالمي، نشر الوعي بين الناس. يعني أنا أزاول مهنة طب الأطفال من أكثر من 30 سنة، وأذكر في بداية مزاولة المهنة كان قليل من الناس يعرفوا أن هناك مرضاً يسمى تلاسيميا. نعم. الآن الكل يعرف أن هذا المرض، ويعرف طريقة الوقاية وطريقة العلاج والاهتمام به وخطورته. فالأساس في الاحتفالات هاي هي نشر الوعي، ليس فقط بين الناس بس أيضاً مع الكادر الطبي. نحن بحاجة، لأنه الطبيب اللي يمارس في مركز صحي أو في مستشفى بعيد عن هذه الأمور قليلاً ما يجاب هذه الأمراض، لأنها تأتي إلى مركز متخصص في التلاسيميا ويتابعها أشخاص متخصصين في التلاسيميا أو في الهيموفيليا. فبهمنا جداً أن يكون كل طبيب وكل إنسان واعي بهذا المرض. هاي النقطة الأولى. النقطة الأولى بالاحتفالات هاي هي المناسبة أنه المرضى يلتقوا مع بعض، الاتصال بين المرضى، دعم معنوي للمرضى، أنه مش أنا وحيد في هذا العالم مصاب في هذا المرض، في غيري كثير. يطلعوا على ما تم حديثا من تطور في العلاج والوقاية وتحسين وضع المرضى. فأعتقد مهم جدا أن يكون هناك مناسبات. نعم. مهم جدا أيضا دعمهم، لأنه صراحة معاناتهم كبيرة. 100%. نعم. طيب دكتور، في ختام يعني هذه الفقرة، ما هي نصيحتك للمشاهدين خاصة بخصوص فحوصات ما قبل الزواج؟ الالتزام. يعني للأسف أنه حدث ولو أعداد قليلة جدا أنه يأتي أشخاص أجرينا فحص ما قبل الزواج وللأسف ولد الطفل مصاب. ما بعرف هل هو خطأ في المختبر، هل هو حصل على الشهادة بطريقة غير صحيحة. الالتزام بهذا الفحص ما قبل الزواج والاهتمام به كوقاية من المرض، وسهل جدا، هي عينة دم بسيطة تظهر نتائجها خلال ساعة أو نصف ساعة وتدلنا إذا كان لتجنيب الأطفال هذه المعاناة. إذن كل الشكر لك دكتور مصطفى الفلاح، استشاري أمراض الدم والأورام عند الأطفال، يعطيك العافية. الله يعافيك، وشكرا لكم، يعني جهودكم مشكورة أنه أنتم بتهتموا في مواضيع مثل هيك وبتساعدوا على نشر الوعي في هذه المواضيع. شكرا جزيلا دكتور. شكرا جزيلا لك.